كنتي في الجيور ولا كنتي في السخيريه؟ لا في الخيريه. كنتي في الخيريه وخرجوك. يعني في قلبي عاد هضرت مع السيد يومين انا في الصباح نمشي. جا عندي سبات في واحد المقر. حتى الصباح وتخرج تبر على راسك. راه حيت دابا دايرين الحجر الصحراء ما خاصكش تخرج اصاحبي. انا خاصك شبات بزاف. فهمتي انا ما خاصكش. مشيت عند خويا دابا. لا ما مشيتش عند دابا فين هو خوك؟ عاد باب الخميس هنايا. فين باب الخميس؟ دابا انت موجد كارطونه باغي تنعس اصاحبي. وفكر معايا. الصغير وداك متفق معاك. فهمتي انت موجد كارطونه غادي تجبد عليه ما تقوليش خويا نمشي غاتمشي وغادي تتكى غاترجع عاوتاني تتكى هنايا. لا لا راه خاصك اسمعني خاصك تمشي للدار. فهمتيني راه عطيتي. هاكا عشيوه ديالك انا ندور انا جيت لقيتك هنايا وديك تنعس في واحد المقر يطول عمرك حتى الصباح وتشوف فيك كيما جيت الله يطول عمرك حفيدك الله ورعاك صابونه ونقي الله يسهل ها فين ساكن في بوخنس الاخ ديالي مزوج بنت حمينه غير في داك الباب ديال باب خميس دخلت باب خميس فين باب خميس واش تيجري عليك ولا شنو؟ لا ما يجريش عليك تيجريش عليك وسير عنده تنعس اللي كاين عندي ما تبقاش الدور ما تبقاش الدور هنايا الحمد لله الله يبارك فيك. اغسلوا بالصابون اغسلوا بالصابون مرة اغسل بالصابون. محمد القاضي رئيس جمعية الشباب المطرب من العتيقة بسلا، اليوم تنديروا هذه المبادرة ديال توزيع وجبات على السكينة ديال مدينة سلا اللي في حالة لا يرتلاها ومتشردون واللي تينعسوا في الفنادق ما عندهم العائلات اللي يخدم عليهم لا والو. حنا الشباب ديال المواطنة ديال مدينة سلا بادروا باش يديروا هذه المبادرة وباش تكون واحد الالتفاتة لهم واننا نقربوا لهم. الحمد لله حنايا خدامين في التعقيم خدامين في التطوع في التحسيس. اليوم ان شاء الله درنا المبادره ديال الوجبات الخفيفه للسكينه ديال مدينه سلا اللي في حاجه ماسه اليها، والحمد لله الشباب قايم بالواجب وتنشكروا جميع السلطات المحليه اللي قايمه بالواجب، وشكرا لصاحب عامل العماله سلا وصاحب جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو اللي التفت للضعفاء وحن عليهم وجاد عليهم الله ينصرو لنا ويخلي علينا، وتنتمنى ان الوباء يزول وما يبقاش هذا الشيء والناس تلتزم شويه بالحجر الصحي. الله يرحم الوالدين، راه الناس راه محتاجه لاي حاجه محتاجه لها. وشكرا. السلام عليكم. تنقول لكم من هذا المنبر على الناس ديال المبادرات نحاولوا نساعدوا الناس اللي مسكينه ما فحالهاش، وتنحاولوا نوصلوا المائنه للناس اللي ما كتخرجش ومحتاجه والناس حنا مطوعين الجمعيه ديال المبادره الوطنيه برئاسه القايدي، وكنشكروا الناس وكنشكروا الصحافه اللي واقفين معنا حتى هما في هاد المبادره وفي هاد الازمه، والله يفك كل شيء على خير وبخير والله يرفع عنا هاد البلاء. وكنتمنى من جميع المغاربه بانهم يلتزموا بداك الشيء اللي قالت وزاره الصحه ويلتزموا حاولوا يبقاو في المنازل ديالهم. معكم شباب سلا للمدينه العتيقه شباب متطوع، حنا دايرين هذه المبادره هذه باش ندعموا الناس اللي هما ما عندهمش مساكن، الناس اللي هما عايشين فهمتيني في فنادق، والناس اللي هما ما عندهم فهمتيني لا حنين لا رحيم ما عندهم حتى شي حاجه لا منين ياكلوا لا والو ما خدامين ما والو. ودينا هذه المبادره حنا بيناتنا كجمعيه جمعيه شباب المواطنه، وكنطلبوا من جميع الناس فهمتيني اللي هما يمكن لهم يساعدوا هاد الناس هادو يقلبوا عليهم ويساعدوهم، راهم بحاجه امس المساعده. وتنشكروا فهمتيني سيدنا الله ينصرو، وتنشكروا على فهمتيني على الدعم اللي خرج لهاد الناس الفقراء والناس اللي ما عندهمش. هادي راه فهمتيني راه ان غون بليزير فهمتيني بالنسبه لهاد الناس هادو، راه الناس فهمتيني راه ما عندهم لا حنين لا رحيم من غير هاد الناس اللي هما تيساعدوهم ومن غير سيدنا الله ينصرو.